وفي نشرة سابقة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أهمية تصنيف الجامعات العالمي للاستدامة جرين ماتريك لمساهمته في مراجعة العمليات البيئية المختلفة بصورة سنوية. طبعا هو التصنيف هذا مهم جدا بالنسبة لنا، لأن عندنا ثلاث أمور احنا مركزين عليها. طبعا هو بروز جامعة البحرين على هذا التصنيف اللي هو الدولي، وبروز مملكة البحرين على هذا التصنيف، يعني يعد شيء مهم جدا بالنسبة لنا. النقطة الثانية هو التصنيف هذا يساعدنا بمراجعة عملياتنا البيئية بصورة مستمرة بصورة سنوية، يعني يساعدنا في عملية تجميع المعلومات البيئية ويعطينا فرصة لأسلوب تحليل متقدم جدا للمعلومات البيئية هذه، وفي نفس الوقت يعني يخلينا ان احنا كأن هي مرآة امامنا نراها باستمرار تبين لنا ادائنا البيئي. الجامعة عليها التزام شأن شأن أي مؤسسة حكومية أخرى وحتى خاصة في المملكة، أن إحنا يعني نمشي في هذا المساق ويكون لنا دور ويكون لنا أهداف نمشي مع هذه السياسة إن شاء الله، والتزام نحاول نحققه من خلال هذا الجرين ماتريكس.